دعنا نتشارك الحديث الآن من بيروت مع الأستاذ محمد شماص الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ محمد، تحياتي لحضرتك في البداية، وتداعيات الموقف في المشهد اللبناني، خاصة وأن بعض وجهات النظر تقول بأن استقالة الحكومة لا تفيد بشكل كبير في تداعيات الموقف وفي سير الأحداث في المشهد اللبناني إلى الإيجابية. تحية لك بداية ولمشاهدي القناة ولضيفك وضيفك العزيز. في الواقع انفجار مرفأ بيروت كارثة، كما تعلمين، كارثة تاريخية وكارثة بشرية في تاريخ لبنان الحديث، وتركت تداعيات كبيرة على المشهد السياسي اللبناني. اليوم لبنان يعيش في أزمة خانقة اقتصادية وسياسية، وهناك يعني أبعاد خارجية للأزمة وليس فقط أبعاد داخلية. لكن قبل أن أدخل في التداعيات السياسية، أريد أن أشير إلى يعني نظرية أخرى حول موضوع التفجير. لا يمكن أن نستبعد نظرية أن يكون هناك هجوم حدث، كما ذكر الرئيس الأمريكي ترامب في أول يعني رد فعل على الانفجار. قال بأنه استشار مجموعة من الضباط والخبراء العسكريين وقالوا له أن احتمالية الهجوم ما تزال واردة أو موجودة. هو لم يتراجع عن هذا الرأي، وبالتالي فرضية أن يكون هذا التفجير مدبر بأيدي خفية، سواء كانت يعني إقليمية أو دولية، هذا الأمر ما يزال مطروح، وقد يكون هو الذي يريد تغيير شكل النظام في لبنان والوضع الحالي في لبنان. أما فيما يخص استقالة الحكومة، في الواقع حكومة حسان دياب برأيي الشخصي كانت من أنزه الحكومات خلال السنوات الماضية، وليس لديها سوى شهور معدودة. لكن نتيجة يعني الاختلافات السياسية في لبنان تم التصويب على هذه الحكومة وتحميلها المسؤولية، علما بأن الفساد والإهمال الموجود في لبنان عمره عشرات السنوات، والمنظومة السياسية الحاكمة هي التي رسخت الفساد ومنظومة الفساد. وبالتالي ما حدث من إهمال، إذا أخذنا نظرية الإهمال التي أدت إلى الفاجعة الكبيرة، فهي يتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى هم المنظومة السياسية التي حكمت لبنان منذ عقود، وبالتالي لا يتحمل مسؤوليتها الحكومة الحالية. ومع ذلك قامت حكومة حسان دياب بالاستقالة، أعلنت استقالتها لكي يعني تعطي انطباعا جيدا وللتنفيذ من الغضب الشعبي. اليوم هناك غضب شعبي عارم في لبنان، لأن كل لبناني يدرك أن ما حدث وسببه الإهمال والفساد والمحاصصة الحزبية والطائفية والمذهبية في هذا البلد. لهذا كانت الاستقالة برأيي في مكانها، رغم أنها جاءت أيضا تحت الضغوط، يعني ضغوط. ولكن أستاذ محمد، يعني ما هي الضمانات التي يعني يعول عليها الشعب اللبناني حتى لا تتكرر المأساة مرة أخرى والفساد مرة أخرى، وحتى لا تتغير الأسماء فقط والوجوه ولكن السياسات تبقى كما هي؟ للأسف الشديد يعني أقولها بصراحة، وأعتقد أنه لسان حال أغلب اللبنانيين، لا يوجد أي ضمانات. لا يوجد ثقة لأي لبناني بالمنظومة السياسية الحاكمة، لأنه للأسف هذه المنظومة أغلبها، إذا لم نقل جميعها، ملتزم بأجندات خارجية، ويعني يلتزم بهذه الأجندات ولا يهمه المصلحة الوطنية اللبنانية. يعني للأسف الشديد، كما يعني في المثل العربي معروف أن المصيبة تجمع، هذه المصيبة وهذه الكارثة التي وقعت لم تجمع، بالعكس هناك فريق من اللبنانيين بدأ يستفيد من هذه الكارثة للتصويب على فريق آخر، وبالتالي لا يوجد أي ضمانات. حتى الضمانات الغربية أو الأوروبية وزيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى بيروت غير كافية. يعني تصوري أننا نحن في القرن 21، 46 ألف مواطن لبناني من يعني من جهة معينة يوقعون عريضة يطالبون بعودة الاحتلال الفرنسي أو الانتداب الفرنسي إلى لبنان. حتى الرئيس ماكرون سخر من هذه الدعوة واستهزأ بمن أطلقها، لكن هي تعبر بطريقة أو بأخرى عن إحباط الشعب اللبناني من المنظومة السياسية الحالية. أي شخص، لا يوجد أي ضمانات. الضمانة الوحيدة إذا ذهبنا إلى انتخابات نزيهة، يكون القانون الانتخابي قانون لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية، ولا تراعى فيه المحاصصة المذهبية أو الطائفية. لبنان بلد الطوائف، هذه نعمة للبنان، لكنه أصبح بلدا طائفيا
وبالتالي أصبح نقمة على هذا البلد. أعتقد أن المخرج هو بحكومة وحدة وطنية، لكن حكومة وحدة وطنية أن لا تفشل. يعني جربنا الحكومات الوحدة الوطنية سابقا، لكنها كلها كانت يعني تحت عنوان ديمقراطية توافقية لم تصل إلى أي نتيجة. أعتقد أن الانتخابات نزيهة لا يمكن أن تحدث في لبنان في ظل القوى الأمر الواقع الموجودة. وقوى الأمر الواقع أتحدث عن جميع الأطراف الملتزمين كما ذكرت بأجندات خارجية وبتمويل خارجي. الشعب اللبناني هو ضحية اليوم. نعم يطالب بدور الأمم المتحدة، لكن هذا الأمر لا يحل مشكلة. لهذا أعتقد أن على الشعب اللبناني أن يتغير أولا، لأنه يعني إذا تغير الشعب اللبناني تتغير المنظومة السياسية الفاسدة. أستاذ هذا الأمر يعني شمس الكاتب والمحلل السياسي، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة والإيضاحات المهمة جدا، ونتمنى السلامة دائما، السلامة السياسية والسلامة الإنسانية للشعب اللبناني.